مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الرحمن الرحيم. الحصة الثانية من التحويلات الهندسية للدوال الدائرية 7.4. في الأول شباب نتذكر مع بعض خصائص الدوال الدائرية. إذا كتبت الدالة الدائرية y بيساوي a في ساين b x ناقص h زائد k، أول نفس الشيء بالنسبة للكوساين. القيمة الـ a المطلق تبعها يسمى السعة. طول الدورة هي 2 باي على مطلق الـ b، إذا والإزاحة الأفقية هي h والإزاحة الرأسية هي k. نتذكر من خلال تمرين 9 صفحة 159 لنراجع الخواص السابقة. y بيساوي كوساين x ماينس h على باي على 2 زائد 1. المطلوب من احنا نبحث عن الخصائص الأساسية للتمثيل البياني. واضح انه من هون قيمة الـ a بواحد، اي انه السعة بواحد. قيمة الـ b ايضا واحد، اذا الـ b بواحد، وبالتالي مستنتج من نقدر نطلع بما ان البي واحد معناها الدورة 2 باي. الباي على 2 باتجاه ازاحة افقية باتجاه اليمين، اي ان الازاحة تتطور 2 باي على 2، بينما الواحد هي ازاحة الى اعلى بمقدار وحدة واحدة، يعني الشكل يرتفع بمقدار وحدة واحدة. لإيجاد القيمة العظمى دائما هون نعتبر هاي واحد، الكوسين أو السين نعتبره واحد، زائد واحد بيعطينا 2، والقيمة الصغرى هون سالب واحد زائد واحد بيعطينا 0، لأن أقل قيمة للكوسين هو سالب واحد، وأعلى قيمة للكوسين هي موجب واحد. مثال شباب جديد علينا، مثال 4 صفحة 156، إحنا بدنا نعمل دالة، بحيث أكتب دالة دائرية سعتها 6 ودورتها باي على 5 ويمر تمثيلها البياني بنقطة 2 0. كون الدالة نعتبر الدالة، نفرض الدالة الأساسية في f x بيساوي sin x، وبالتالي الصورة العامة بيكون a في sin b x ناقص h زائد ال d أو ال k، نفس الشيء. بالنسبة لل a اللي هي السعة مقدارها كام؟ 6. إذا 6 طول مقدار السعة. بما أن الدورة باي على 5 بقدر أوجد قيمة البي من خلال هذه القاعدة. طول الدورة بيساوي 2 باي على مطلق بي، وطول الدورة باي على 5، طرفين في وسطين، بيطلع عندي البي إما موجب أو سالب 10، لكن بنعتبر الإجابة بي بيساوي 10. نكمل. بما أن نقطة 2 0 تقع على منحنى الدالة الجديد مقارنتها بنقطة 0 0 الواقع على y f x بيساوي sin x، ملك انه الصفر اصبح تحول من صفر الى ايش؟ صفر اصبح 2، يعني تحرك باتجاه اليمين بمقدار كم؟ وحدة وحدتين. اذا في عندي ازاحة افقية وحدتين الى اليمين، لكن الصفر في الاحداث الثاني بقي صفر، يعني ما في عندي ازاحة الى اعلى، يعني صفر صفر تحرك صار 2 0، يعني بس فقط ازاحة افقية. نستنتج من هاي منها ازاحة افقية او ازاحة التطور واثنين اليمين، ولا يوجد ازاحة رأسية، اي يصير عندي y بتساوي 6 في ساين 10 x ناقص 2. هذا المثال. ننتقل الى يعطيني مثال آخر أو تمرين 3 صفحة 159. أعطاني دالة، رسم لي إياها وقال لي هات لي الدالة الدائرية التي تعبر عن هذا التمثيل البياني. أول شيء بنلاحظ أنه مرة بالصفر صفر ووصلت إلى 2، إذا عندي السعة بمقدار 2. الدالة الدورة تبعتها لو عدينا 1، هاي 1، القمة 2، خط الوسط 3 4 5، يعني تكرر وصلت لغاية 3.14 يعني جزء بعد ال 3، هاي اللي هي 3.14 اللي تقريبا اللي هي باي. إذا صار عندي التمثيل البياني بالأعداد
بكون 3 بوينت كذا اللي هي باي، وبالتالي طول الدورة باي. طب لإيجاد البي نقسم 2 باي على بي بيساوي باي اللي هي طول الدورة، وبالتالي البي بيساوي ضرب طرفين فوسطين بيصير البي بيساوي كام؟ 2. إذا معنى الدالة واي بيساوي 2 ساين 2 اكس. ليش ما أخذت البي سالب 2؟ لأن الرسمة واضحة، رسمة طبيعية مش انعكاس. لو كان سالب مفروض تكون عاكسة على محور اكس، إذا ما في عندي انعكاس على محور اكس، وبالتالي الدالة حتكون بي، البي بتكون بالموجب. تمرين آخر، كل أرسم الدالة الدائرية لا تمر بالنقطة 0 0 والسعة 3 والدورة باي. معنى ذلك أنه لازم أعين 0 0 وعلى شيء عندي 3 والبي 2 لأن الدورة باي، إذا 2 باي على بي يساوي باي، إذا بي يساوي كام؟ 2، يعني اللي هو هون عبارة عن تمدد رأسي. وبالتالي الدالة هي 2 ساين 2 اكس. الأصل شباب يجي يقول لي أعطيني الرسمة ويقول لي أوجد الدالة زي ما هذا التمرين والتمرين السابق. شباب ممكن ترجع للكتاب بعض، تحل بعض الأسئلة الموجودة أمامك في صفحة 159-160، وعند الصعوبات ممكن التواصل معي على من خلال جروب الصف. ودمت في رعاية الله.